أخواني بصراحة هذا المقطع الثاني اليوم، بس يعني حسيت هيك بتأنيب ضمير نشر مقطع 27 ثانية، مش عارف شو يعني. راح يعني امبارح مقطع 4 دقائق، فزي ما بحكي لكم هيك حسيت بتأنيب ضمير، عشان هيك هي مقطع ثاني اليوم. سلاح الأوتلو، سلاح الأوتلو من أسلحة السنايبر، تمام، اللي المفروض يفترض انها وان شوت وان كل، مثلها مثل الارتيك، الدي ال كيو، لوكاس، وحتى الان اي 45، أسلحة قوية زي السنايبر. فالسؤال، سلاح الاوتلو ايش ناقصه عشان يكون منافس للدي ال واللوكس؟ سلاح جدا سريع، يفترض انه قوي، ف يعني هاي التركيبات انا ركبت له اياها. يعني هو اسرع سنايبر فتحت السكوب صراحه، هو اسرع سنايبر لدرجه انه ما في داعي تخلي له اكثر تركيبات بتسرع السكوب، لانه اساسا السكوب سريع بشكل جدا كبير. طيب هاي التركيبات انا نخليها مسند كتف، زي ما حكيت لكم السكوب بيفتح بسرعه، فانت بتحتاج هذا الشيء عشان يثبت لك السلاح اول ما تفتح سكوب، ما يتحرك يمين او يسار، يهز، فاهمين علي؟ ارتداد افقي وعمودي، رده فعل عند الاصابه لما حد يضرب عليك ما بتتاثر كثير، وانتشار الرصاص عند التصويب، يعني هذا افضل المسند بين هاي المساند لهذا السلاح. تمام، ماسوره راعي بقر ماي بيتد كاري، ليزر ادبليو سي، وطلقات مخترقه، واخر شيء مخزن 9 رصاصات. بس هاي التركيبات، خليكم على المقطع. يعني مش عارف، احكوا لي انتوا رايكم بالسلاح، واحسن تعليق بثبته. لا تنسوا تعملوا لايك واشتركوا بالقناه، خلينا نوصل 30,000. باي باي. اوكي هيطلع. او ماي جاد، او ما يا ويلي، شو هون؟ واحد ثاني، من المفترض يكون عندي خبرة وأكون عارف إنه يعني هذا الماب لا يصلح للبتاع. ثاني، ثالث، بسرعة بين راسك. حلو، ووهو، الرابع، يا ويلي، هذا الشغل الصح، أنا هموت على هالموال. يا اخ حرام، كيف ما جت فيه؟ اوكي، عندي احساس انه هاي اخر مره راح اجيب كل هذا الجيم، ما ادري ليه. لا هاي كمان كل، مش عارف، بس سلاح غريب. ريلودينج، ما سلاح عجيب، ما تعرف شو بده. بوم بوم، هيك شو مزرعفك، تعال. صراحة ما عندي فكرة السلاح هو يعني ايش فيه، جد ما عندي فكرة هو السلاح يعني شو ماله، يعني ما ادري والله. بده باف، على الاقل بده باف، يصير اقوى يا سيدي. حطوا له مخزن، حطوا له مخزن يزود الدمج، دم جعار، بطل جيب هيت مارك. طيب مولوتوف، يلا يعطيك العافية، شكرا. هيت مارك، هذيل رسبني عنده في الرسبون يا عم ابلع. كلب الله يسلاح انه يا اخي، بعدين مع مثابره، يا الله يا الله يا عم، خلاص وحياة امك. لا ليش معي كيمبو؟ جد مش عارف، انا عادي بحمل مسدس واحد.
الو اوكي ما اعرفش هم فين. الو نايس اطلع. انا مكاني غريب مش هيرجع. انا عارف ابني خلاص فزعت لك. يلا قول انا هات. اسف اي واحد الثاني. لا هيك نكمبر شوي صح. انا جمعت يعني عدد لا بأس به. اللي فوق مخوفني. يلا يا اخوانك هيد شوت. اهرب انا يا ابني. ما تطلع انت وياه شو انا متوتر. اي ماني كل انا مفكر جايب 200 كل مش 8. يا نهار اسود. يا نهار اسود. نايس destroyed enemies UAV. نايس نايس. بعد 10 ساعات تجميع طلعوا 10 كل. يعني وهذا الله قدرني عليه الحمد لله. يعني يا اخي طب شو المسخره.